إخوان تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع من سوق 3 زو. فلوق مع سي بوعزة غني عن التعريف. هنا الإخوان كاينه واحد الحالة في هذا الخرفان هذا، غنشوفو مع سي بوعزة. عندك عماد؟ عندك أبو عزة؟ المليح كاين تبارك الله، كاين المليح. المشكل ديالها دابا الناس راه بديت الفيديو ما غاديش الناس تعرف لحد الان، ما تعرفش شنو هو المشكل. خرفان ملاح تبارك الله، ولكن المشكل ديال المشكل هو ديال الرجلين. الرجلين عندهم العوجيه في الرجلين. دابا خمسه بيهم ابو عزه، قطعه واحده يعني زريبه واحده. زريبه واحده، هذاك مسكين كاع معوج له بزاف كاع. وشنو زعما تقريبا العيد ولا ما دايش؟ هادشي دابا واش دايز العيد ولا ما دايش؟ الله اعلم. ايوا خصو يردوا عليه شوف واش هادشي دايز ولا ما دايش. ياك قول لي، خليو لنا في التعاليق واش دايز ضروري نعرفوا دايز العيد ولا ما دايش. والناس عاوتاني البياطير عطيونا كلشي ناضي، غير دوك هذوك الرجلين اللي معوجين واش دايزين العيد ولا ما دايزينش. دابا هادشي ماشي خليقه، دابا حتى تزاد عاد بدا تتعوج. تزاد وكبر شويه مع السمونيه وهذا غيتعوجوا له رجلين. وعاد تعوجوا له رجلين، ما تزادوش بهادشي. ما تزادوش بهادشي. اييه انا مولاهم كنعرفو، مولاهم اللي باعهم ليا كنعرفو. حتى كبروا عاد ولا عاد تعوجوا. دابا رجلين عواجوا لبرا. عواجوا لبرا. كاين اللي تيعواج للداخل وكاين اللي تيعواج لبرا. ايه ماشي زعما تريسه ولا شي حاجه، لا غير العوجيه. غير العوجيه. خارجين على برا. الله يحفظك اخو ابو عزه، الله يرحم الوالدين. المهم الاخوان الفيديو درناه غير بالنسبه للناس الحريفيه، الناس الاباطره يعطيونا. راه الخرفان ديال 60 الف. تبارك الله كاين المليح. 41 الف اللي عطاو. 41 الف. ايوا الله. دابا الناس اللي غيتفرجوا في الفيديو يبارطاجيوه مع الحباب والصحاب ويعطيونا واش كاين شي علاج ولا ما كاينش. ياك واش دايزين العيد هكا ولا ما دايزينش؟ واش دايزين العيد واش ما كاينش؟ ولا بغينا نعرف ولا ما براوش ولا هذا، واش دايزين العيد ولا ما دايزينش؟ باش الانسان يصفي النيه. اي نعرف هادشي واش دايزين ولا ما دايزينش، هاد العوجيه واش دايزه ولا ما دايزينش. ها؟ هادشي اللي كاين، شوفوا الاخوان يعطيونا في التعاليق. اي لاحظك اسي ابو عزه. يلاه عطيتينا شويه من وقتك الله يخطيك. الله. حنا في التالي ديال السوق، خرفان كيما شفتوا الاخوان. رجلين عيوج. خمسة بيهم غنجي لهم رجلين. نغزم الفيديو الاخوان، عطيونا التعاليق الناس شي اللي تيتفرجوا معنا شي بياطيرة، يعطيونا واش كاين شي حل، النوع ديال الدواء. والله يدير الخير، وتحياتي للجميع.